the position of a particle moving along the x-axis is given by the equation x equals 4 plus 12t minus 3t squared. بيقول لي where x is in meters and t is in seconds. Find the position in meter عايز ال x of the particle when it changes its direction. مرة تاني قلنا الكلام ده قبل كده. الجسم يغير اتجاهه عندما تصبح سرعته صفرا. يعني اشوف الزمن اللي السرعة صارت فيه صفر. طب احنا عندنا السرعة بتساوي ايه؟ اشتقاق الاكس بالنسبة للزمن. يعني 12 الاربعة راحت دي 12 ماينس 6t والv equals 0 at t بتساوي 6t بتساوي 12 يعني 2 سكن. يبقى احنا عرفنا اللحظة اللي الجسم بيغير فيها اتجاهه. احنا بقى عايزين الاكس. اذا الاكس بكام؟ نعوض بقى بالاتنين. 4 زائد 12 في 2 ناقص 3 في 2 تربيع تساوي بقى كام؟ 4 وين 24 يبقى 28. 28 شيل منها 12 يبقى 16 متر. يبقى كده جبنا البوزيشن لما الجسم يغير اتجاهه. السرعه بقت بصفر. يعني عند اللحظه الثانيه الجسم كانت سرعته مثلا موجبه هتبقى سالبه او العكس. نعرفها منين؟ نعرفها من هنا. يعني مثلا عند الثانيه الاولى كانت موجبه 6، عند الثانيه بقت صفر، الثالثه بقت ماينس 6 يعني كان موجب وبعدين بقى سالب. عند اللحظه 2 سرعته كانت بصفر، لو حطينا الاثنين هنا سرعته بصفر. ساعتها عايز البوزيشن كان فين؟ كان عند 16 متر.